صوب في الدراري دريات اليوم ندير لكم ريفيو على وين باي انوي وغنهضر لكم على الطومبوله ديال وين باي انوي اللي تقدروا تربحوا فيها 22 بي اس 5. دونك اول حاجه كاين شي واحد منكم اللي ما عارفينش شنو هي وين باي انوي ولا سمعوا بها وما عرفوها شنو هي، انا نقول لكم وين باي انوي هي اول سيرفيس في المغرب اللي 100% ديجيتال. كيفاش ديجيتال؟ انا غادي نشرح لك. ديجيتال يعني كدير كلشي من التليفون، ما كتحتاجش لا تمشي لاجونس لا تعيط في التليفون لا والو، اي حاجه بغيتي ديرها كديرها من لابليكاسيون وين باي انوي. اول حاجه كتقدر تحكم في الفورفي ديالك على حسب الكونسوماسيون ديالك، مثلا الا كنتي كتحتاج كونيكسيون اكثر من لي زابيل كتقدر تزيد في لي جيجا ديال الانترنيت، الا كنتي كتحتاج لي زابيل اكثر من الكونيكسيون كتقدر تزيد في السوايع ديال الهضره. وباش ما انت كتزيد وكتنقص الثمن كيتبدل بطبيعه الحال. وهاد لي بخي اللي كدير انوي راه ديال السخاوه ديال بصح، لي فورفي كيبداو غير ب 49 درهم في الشهر، واول مره شي اوبيراتور في المغرب يدير 70 جيجا ديال الكونيكسيون غير ب 169 درهم في الشهر. من مره كتختار الفورفي ديالك كتقدر دير النمره الجديده اللي كيختارها عليك، كتقدر تخلي النمره ديالك اللي شحال وانت خدام بها، وتقدر حتى انت تختار النمره اللي بغيتي. بعد ما تدخل لي زانفو ديالك وكذا كتبقى اخر خطوه اللي هي البيمو، كتقدر تخلص بكارت بونكير ولا اي ابليكاسيون بونكير ولا انوي ماني. انوي ماني اللي هي واحد الابليكاسيون كتقدر تخلصوا بها لي فاكتور ديالكم وتقدروا بها حتى تصيفطوا الفلوس لعائلتكم ولا صحابكم من ما كنتو. مع ليفريزون اكسبريس لابيس ديالكم كتوصلكم في تقريبا 24 ساعه الا كنتو في المدن الكبار. بحال مثلا انا دابا في كازا درت الدوموند في العشيه وصلتني لابيس الغد ليه في الصباح، وصافي هنا ما كيبقى لكم غير ديروا لاكارت سيم في التليفون وبصحه. دابا نهضروا على الطومبوله اللي دايره وين باي انوي بمناسبه كاس العالم. كما قلت لكم في الاول كاين 22 بي 5 ديال الربح وكل بي 5 معها جفيف. كيفاش تشارك؟ ساهل، الا كنتي ديجا كليون ديال وين باي انوي ما عليك غير تجدد الفورفي ديالك ولا تشري باس وكتدخل اوتوماتيكمون للطومبول. اما الا ما كنتيش ديجا كليون خصك غير تشري فورفي وين باي انوي وكتدخل حتى انت اوتوماتيكمون للطومبول. كما وريتكم قبيله انا وليت كليون ديال وين باي انوي، دونك حتى انا داخل في الطومبول، حتى انا نقدر نربح بي 5. صراحه بغيت شي وحده حتى انا ما عنديش.